السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لماري ميكر 2، وفي الفيديو هذا راح نلعب الرناية الانتسابية البوزرية، لكن صار لها ريست إجباري. لكن في نفس الوقت أنتوا اقترحتوا علي شغلات حلوة وأفكار جميلة بخصوص الشرط تبع الرناية الانتسابية البوزرية. أنا أقصد طبعا أو أتكلم عن الصور اللي تظهر قدامكم، فراح يكون في شغلة حلوة، خلونا نقول بداية حلوة للرناية وكذا. ولا كذا حنا لسه ما خلصنا إلا 3 صفحات، فما راح نطول أكثر في المقدمات، خلونا نقول بسم الله ونبتدي. طبعا مو أول مرة تصير، ضاع البروغرس تبعنا 23 حياة. الصفحة الثالثة اشوف انه مو غلط بما انه لسه في الصفحة الثالثة، وفي نفس الوقت راح يكون في لاي اوت على موضوع الكوبلينجز بالشروط، فاشوف انه فرصة حلوة على اساس انه يكون كل شيء واضح في البداية. فيلا خلونا نقول بسم الله ونبتدي سبيد رن. طبعا راح يصير ريست لكل شيء، والله خسارة على 23 حياة، مدري 22 اللي راحت. فخلونا نشوف في البداية مرحلة سبيد رن. اوكي، يبغالي اني اشيل موضوع الكومنتس لانه راح يسبب قروشة. حلوة موضوع التفريم 3 ونبات، حاليا الوضع يعتبر كويس ممتاز، كذا الوضع ممتاز، يعني ابتديناها بمرحلة حلوة. طبعا ما راح ننسى ان نصيد المصممين القدعان، ما راح ننسى ان نصيدهم، هذا شيء اكيد. خلونا نشوف ثاني مرحلة، العجوة دي مورتن. طيب واضح ان راح نطبق موضوع الشرط، قصة ال يا ليل، الحين راح يسبب لنا ازعاج هذا. طيب راح احتاج اذا انه طيب بزيادة، طير لو سمحت. انا عارف ان البرقع ذا مصيبة. طيب راح اتوجه الى جهة الماشروم على طول، بس تكفى لا تروح بعيد. يا الهي ماني عارف وين راح الماشروم تبعنا. خلاص راح، اوكي لا والله ما راح. شكرا يا ماشروم، شكرا على جبرك لخاطر ابو السعادة. وردة، لكن بتروح الوردة دام الوضع كذا. هي الخمسة سكبات، هي الخمسة سكبات. خلاص حنا عيال يوم، لا تندم على ما ضاع. هو انا اشوف انه شيء كويس ان موضوع الرنايات، احاول قد ما اقدر يا شباب اني اخلصهم بشكل يعني، او العب الرن على طول، يعني راح يكون شيء افضل بدل ما، بسم الله الرحمن الرحيم، بدل ما تصير الاشياء البايخة ذي وتضيع الرن على اسباب ما ادري مين اللي لعب صراحة، ما ادري هل لعب ولا علشان الابديت. يعني هي مو اول مرة تصير لي هذه الحركة. طيب اتوقع اني راح اقدر اني اخش هنا واضرب في 3. وصلنا الثالثة يا شباب، مع ان كان مكتوب مورتن، لا قابلنا مورتن ولا شيء. ابو صالح اكسبرس ماريو وورد وامريكي. يلا يا ابو صالح انطلق، بس ما اتوقع انه راح يسوي شيء هنا. اوكي اي نيد ماي ماشروم. يلا حنا في الاكسبرس تبع ابو صالح. طيب جيد، بما ان باراشوت الامور كويسة، شوفوا راح نحاول بما ان بدينا رن، نحاول قد ما نقدر ان نخلصها، يعني ما ناخذ وقت طويل بين الرن، بين الصفحة والصفحة الى ما نخلصها، خصوصا ان في شغلة وعدت تبعين البث انه راح تصير بعد ما نخلص من الرناية الانتسابية. انتم ما لكم ذنب يلي ما تدرون عن مواضيع البثوث، هو حنا جمعنا 23 حياة اتوقع والخمس سكبات من جهد، ف ما لكم ذنب اللي صار يعني اكيد، ولا انا لي ذنب طبعا. طيب يلا ما علينا. اوكي يلا يا ابو صالح،
والله المراحل قامت تصير كأنها قامت تصير شوي بايخة. أيوه أخبار علوم بعد يا شباب، دام إن فيها عالم ثاني واضح إن في إكسبرس ثاني. لأ توقعت إن فيها وردة السالفة. لا تقولي برشوت مرة ثانية يا علول. باوزر باوزر يا ظالم. استهدي بالله. واو او ماي جاد، في عطايا؟ طيب ما احتاج عطايا، عندي الثلاثة جاهزين ومقشرين. لسه ما كملنا مواضيع الشروط. اي خلاص ما راح احتاج اشياء زيادة. المرحلة الرابعة خلونا نشوف. ياباني مالتي بلاير فيرسز ثيم ماريو 3D. مرحلة ثيمد. في ابو صالح راح يجي من فوق؟ لا. طيب كويس الوضع يعتبر. ما ادري ليش راح اجي من الجهة ذي. الله يستر يا ليل ويال، هذا وين رايح؟ لا تقولي في الاخير راح احتاج البي سويتش، راح تكون حسبي الله على ابليسه. اقول لكم وداها المريخ. طيب كويس، هل هي مشروطة المرحلة؟ ما اتوقع انها مشروطة، كانت بالقطوة ولا شيء. ايه هذول اللي وده يعبي المرحلة تبعته بالاشياء، فجالس يحط لك ايسكل ويطول لك الكليرلس بايب ذا. يا الهي كل واحد يحسسك انه ما في مرحلة الا مرحلتها. طيب ما راح الومهم، انا لو بدالهم نفس الشيء يعني اكيد راح اشتغل على مرحلتي شغل. فهذا اللي يسوونه الناس كلهم، فهو بالضبط هذا اللي سواه، حط كلير بايب، حط طيب راحت علينا القطوة. نقول ان شاء الله يعني والله في النهاية حسيت ان في شيء غلط في النهاية. راح ارقى فوق السنيك بلوك هالمرة، ماني عارف وين راح توديني. طيب ما راح يمنع. واضح ان في شيء هنا. اوكي راح احتاج السنيك. لا الله يستر، وشو في بالاسفل؟ هذا اللي ما احبه. طبعا تحركت الحين للي يبغى يسأل بسبب، خلونا نشوف كويس انها على المسار تبعي. هذه برضو تتحكم فيها بسبب الاون اوف. جاهزين يا السباينيات؟ لا ما فرمت شيء. ليش كذا زي المجنونة؟ يلا واحدة خسارة والله، ليتني ما قتلتهم وبالاخير اخذت الون اب اللي فوق من العلم، كان انضربت في ثلاثة وخلاص. يلا اللي قبل الاخيرة في اول سطر خلونا نشوف. ماريو 1 الظهر، هذه اول مرحلة ماريو 1 الى الحين. ماريو 2 ما هي مشروطة، ما ادري هل راح احتاجه ولا لا. تراني ما سحبت على سلسلة ماريو سانشاين يا شباب، بسحب عليها خلاص غيرت رأيي. لا امزح. طيب خلونا نعطيها انطلاقة. جميل، ماني عارف ايش فايدة الماشروم تبعت ماريو 2. نايس نايس. كنت راح اخلي برضو كراش في البث، يعني السلسلة
كلها نلعبها بالبث، لكني جالس ألعب رن مختلفة توصيل مختلف في البث، لكن مو نفس اللي جالس أنزله لكم على اليوتيوب اللي هو 100% أو خلونا نقول التجميع. ولسه حتى ما قررت إذا كان 100% حتى مع الريلك والتايم والسبيد وهالموضوع، لسه ما قررت. المهم خلونا نشوف، يبغالي أجمع واحدة من 50 الكوينز، ماني متأكد وشو فيه بالأسفل، بس نقول إن شاء الله ما في شيء. وإلى الحين ما قابلنا أي واحد من الكوبالينجز يا شباب. طيب إيش فيه بالأسفل؟ السم الهاري، لا تقولي راح ترتفع كثير، لا بليز، خلاص خلاص يا مؤمن. طيب اللي راح أسويه راح أخش وأطلع، يكون تو السم الهاري جالس يطلع حبة حبة. اي بالضبط، تخيلوا استناه يرقى وبعدها مشوار. طيب ما يندرى وين القرش 50، وهذا هو الشرط تبعنا، المفروض اني ما انسى هالشي. طيب حاليا الوضع كويس، يبغالي انتبه في الحركة تبعت السنيك بلوك، دايما تكون غدارة. طيب هذا شيء ما ادري كيف البسه في وقت متاخر جدا، ما اتوقع انه لازم اقتل بومبوم او اتصرف معاه. طيب القرش، هذا هو القرش، اوكي جمعنا ثلاثه اكثر من اللي يحتاجه، نقول الفوز. سالفتهم طيبين الشباب اليوم، في شيء غلط، لا 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 مو طيبين مو طيبين الشباب. خلونا نكمل كذا، درعمنا على السطر الثاني. اوكي روي لافالير اخيرا، واحد من اوكي درعم عليهم كلهم. ما يندر ابو صالح وين راح يروح؟ تشيك بوينت، ما اتوقع انه في شيء فوق، نروح لقافه؟ لا 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 لا، عندك رياح وقروشه. اوكي دخلنا القلعه، اوه اللافا جالسه تتحرك، لا يا اللقافه، ما ادري ليش رحت ودرعمت بالشكل ذا صراحه. لاحظت انه صار شيء اساسي الحين، كل مراحل اللافا لازم يخلونها ترتفع. لا اوكي طيب ما طلعوا على ابو السعاده، وات راح تاج صاروخ. طيب كنت اقدر يعني اعديها قبل شوي. لا 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 لا, لا, لا انتبه، ما ادري ليش حسبت القنبه هذا في شيء فوق، ما ادري ليش حسبت نجمه والله في البدايه. لا وبرضو بعد اللافا بطيئه. طيب هنا راح نباري روي، حسيت ما في عطايا. طيب شيء برضو اللافا تتحرك من هنا يا شباب، هذه مشكله. طيب خلونا نشوف، يعتبر كويس الوضع، ما ادري ايش سالفة البي سويتشات اللي هنا اللي ما استفدنا منهم ابد، ما هي مستاهلة المجازفة السالفة. عموما نسجل عندك واحد روي، خش البايب. طيب ممتاز ممتاز جدا، ثاني مرحلة في السطر الثاني. التروكو دي بوم بوم، اوكي لا بوم بوم ولا بام بام، راح نحتاجهم في تكملة الشروط. اوكي في واضح ان واو لازم نقتل 10، خلونا نقول كلهم موجودات هنا. في برضو
خمسة، ما يندرى وين الباقيات. ها خلصتوا؟ خلنا نشوف تحت في شيء اصلا. اوكي خلصوا الانسات. نقدر نخش؟ اوكي ممتاز. واو واضح انه مرة زهقان. واو بليز. شوه يا رب يا رب يكون عندي. ما عندي شيء والله. كويس اني قدرت اعدي اصلا الى هنا. باقي ثنتين. اوكي هنا التاسع المفروض، بس خلونا ننزل. يلا انقلعي. يلا هذه العاشرة، هذه العاشرة الاخيرة. باقي لها ضربتين زيادة. يا شين هذول الناس اللي يعتمدون على السبام و... يعني احس مراحل الشروط بشكل عام صايرة كذا مملة. ونب. اكيد اكيد. مين يعافي العطايا يا شباب؟ تعال عطيتي. باقي عطية، باقي عطية نزلت تحت. حسبي الله، راحت علينا يا شباب. بس المفروض انها ترجع. يلا ارجعي لو سمحتي. مو لازم، نقدر ناخذها من العلم. بليز. كويس. حسبي الله عليه. قهر والله قهر. ليتني عليت النقزة. حاليا روي بس اللي ضبط من ناحية الشرط. ياباني وماريو يو. طيب خل انتبه. تك تك تك. يا اخي توقعته بايب والله، توقعته يعني بالعكس. غريبة ما انتبهت للجهة ذي يا شباب. هنا خش البايب. اوكي لا لسه مطولين. اوكي يا الله يا الله، راسي بيتشقلب والله في المرحلة ذي. واو يا ليل، يعني لازم اصعد بعد مرة ثانية. طيب هذه كويسة، هذه كويسة مرة. ليه؟ لانها لازقة بالجدار. اي ما عندي مشكلة مع هذه ابد. طيب تفضل علينا الاخ. خلاص فكني يا شيخ، فكني. فريت راسي. الله يقطع بليسك يا شيخ انت مرحلتك. اخر مرحلة في السطر الثاني. لو كان عندي السكيب بالراحة بسكبها. سبيد رن ماريو 1 فيها بي، فواضح ان فيها بي سويتشات. سبيد رن بعد. طيب انقز. ماني عارف ليش. الى متى؟ لا 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 تتورط. انقز حبة حبة، ما انت خسران شيء الا اذا شفتها عيني عينك. يعني ان زي هذه مثلا ممكن تسوي لها سكيب. خلصنا راوند 1. راوند 2 الحين. اخبار الشباب، عساكم طيبين؟ كيف الازعاج حق البي سويتش معكم؟ انا بالنسبه لي حاط السماعه الحين، ف كل شوي اسمع طن طن طن، فالصوت هذا مو مزعج ابد يعني. ما يحتاج اقول لكم يعني.
يعني كنت اقدر اني اسكب كثير بس ما ودي اني اجازف. خلاص نقول خلاص. ذا شيل جامب مرحلة كندية وماري وورد. لا مراحل الهدايا هذه. طيب واحدة ثانية لو سمحت. لا لا تقول لي اللي في بالي ارجوك. يا الله هي على الشاشة يسار لدرجة اني ما اقدر اخذها. منحوس منحوس ابو السعادة منحوسكم. ايوه هنا ايوه خذها زي الحلوين. الحين عطش الجنبات بالوضع الطبيعي. الله الله العطايا في عطايا هناك يا شباب. بليز اشوى الله يلعن الشيطان. اوكي راح تكون ثلاث عطايا راح تكون باذن الله. لا المفروض اني اصقعها من على الطرف. لسه متبرمج مخي على ماريو ميكر 1. ماريو ميكر 1 هي الحب مو 2. ثاني مرحلة في السطر الثاني. سبيد رن مشروطة يابانية ماريو يو. طيب جميل. ايش وات هو ده الكلام؟ وش اسوي يا اخي؟ ما تقول كده. الله يقطع بليسك. يعني هو حاط رموز بس ماني عارف ليش انا تلخبطت بزيادة. هلو اوكي اشوى اقول شو السالفة. جوست هاوس هاري مرحلة سبيد رن في بيت الاشباح ماريو 1. السرعة ما ادري ليش توقعت انه يطيح. هذا هو الشكل الصحيح. واو او ماي جاد كذا حلو. عندنا 14 ثانية. واو اوكي اقفز كمل بكل حلاوة. 7 ثواني يلا عطية واحدة كثر خيرك. باقي لنا 3 مراحل ونخلص الصفحة الأولى. مرحلة إيطالية سبيد رن وماريو يو. يموتون على الحركة ذي اللي يحط لك يحط لك شو اسمه يحط لك بيرانا في البداية. هذا اللي أبي أقوله. اوه بس هذه ممكن تفرم فيها ونبات اذا ضبط الوضع طبعا. والله الصفحة هذه حرفيا صفحة جلد صفحة تلزيخ. طيب ايش بعده في المرحلة يعني اللي قبل الأخيرة والأخيرة بوان بات بيكون وضعنا زي الحلاوة. بوم بوم ماري وورد أمريكي. بوم بوم يقصد قنبلة ولا بوم بوم خوينا ما غيره؟ هل في شيء فوق أصلا؟ حابسنا يعني انست دقيقة خلونا نتأكد. ايه خلاص واو طيب وش نسوي هنا؟
لحظة دقيقة. طيب ممتاز، هذا اللي كنت أبغاه، هذا اللي كنت أبغاه يا شباب. تخيلوا يطلع في الأخير غلط وما في فايدة، أجرب حظي الحرية والله ضبطت. شو السالفة كلها مراحل جديدة جلسة تطلع لي؟ شو القصة يا شباب؟ آخر مرحلة باوزر بريك إن ماريو وورد وامريكي. اخيرا باوزر، والله قمنا نشتاق حق باوزر. طيب ما نبي استهبال. جاك عد ملك الاستهبال. جاك اقول ما نبي استهبال وبصالح جاك كذا على طول. هل في شغلة هنا في النص؟ هدية؟ ما يحبون الهدايا. انا ادري اصلا ان المفروض ما ننبسط كثير من كم مرحلة جاتنا في البداية واستانسنا عليها. خلاص معروفين اللي يجونا بالرنايات يفتقرون للجمال. ما اتوقع اني راح اقدر اجيب المركبة. اوكي خلونا نشوف، ما في اي شيء. اخذنا التشيك بوينت اللي هنا، برضو ما في شغلات. الله يقلع بليس، مو انا بس اللي مدرعم، الشعب كلهم. الظاهر انه هنا بنحارب باوزر. اي والله. اوكي انا مبسوط شوي. واضح ان في لكيتوات هم اللي جالسين يرمون الورود. سجل عندك سكيب، سجل عندك واحد سكيب. سكيب ونص صار عندنا من الروي. اخيرا حسبي الله عليكم، ما بغيته والله. لو نجيبها بكون مبسوط. انا مبسوط. ولا تقولوا لي العب مرحلة ثانية في الصفحة اللي بعدها، خلاص كفاية. ما ادري ليش عودتكم والله على هالشيء، قسما بالله ما ادري ليه. اوكي واو يا العطايا، واو يا العطايا. لا 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 ابغى الريشة. لا 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 ما ابغى الريشة. الله يقطع الغباء. ايش ابي في الريشة يعني؟ ما احتاجها. طيب دمجني باوزر اللي هنا عشان ارقى. كم واحد قتلنا من اللكيتو؟ خلاص قتلنا. وات. لحظة، هنا في خير يا شباب، هنا في خير. اصبروا يا شباب. اوكي لا تقول وداعا ولكن الى اللقاء. ما ادري ايش دخل. بوم بوم اسحب عليه. ول 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 استهدي بالله يا البيبي. سجل عندك بيبي باوزر. صدقوني لاستلمهم واحد واحد. دقيقة لودويك كان معاهم صح فمات. سجل عندك لودويك. روي خلصنا منه. سجل حاشية يا جماعة الخير، سجل واحد حاشية. اوه ماي جاد. يا الله، خمس سكبات صار عندنا يا شباب.
ما صدق والله ما راح اعطيك لايك. يلا والله ما ردكم، انا في مزاج جميل. ماش اب طيب ليش الوصاخة طيب؟ اوه قناع القنبة كويس اني اخذته. ويو طيب شكرا، ما ادري ايش الهدف بس يلا. لا يا شيخ. طيب طير على طول على فوق. اوه هل راح احتاج ذا؟ اوه اوكي بعدين كفاية يا شباب، اتوقع كفاية. يلا قربنا من العشرين حلوة، لا نطمع. يلا جي جي لنا كلنا، نكون إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم استمتعتوا وانبسطتوا، وإن شاء الله نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.